حصل خصام خفيف يسير بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأبو بكر الصديق كان في طبعه حدة، وهذه أشياء فطرية في الإنسان، حاد الطبع بسرعة يعصب. فقال عمر كلمة، قال أبو بكر كلمة، فزاد أبو بكر قليلا وندم، فقال لعمر اغفر لي، سامحني على هذه الكلمة التي قلتها. فقال عمر لا أغفر لك، لا أغفر لك، وانصرف. كيف تكلمني بهذه الطريقة؟ الله أعلم ما الذي قيل، لكن قال ما قال له كلمة أزعجته، قال اغفر لي، قال لا أغفر لك، وانصرف عمر. فلما انصرف عمر، أبو بكر الآن حزين لما وقع منه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قد كان بيني وبين عمر شيء فأسرعت إليه، أنا لغلطان، فقلت اغفر لي فلم يغفر لي. يعني يبي الرسول يتوسط عند عمر حتى يكلمه أن يغفر لأبي بكر. فماذا قال النبي لأبي بكر؟ قال صلى الله عليه وسلم الله يغفر لك، يعني إذا لم يغفر عمر يغفر الله لك. قال اجلس. فجلس أبو بكر. يقول أبو الدرداء راوي الحديث، يقول فلما ذهب عمر إلى بيته ندم لماذا لم يغفر لصاحبه، فذهب إلى بيت أبي بكر ليقول له قد غفرت لك، فلم يجده، فانطلق يبحث فوجده عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الدرداء فلما أقبل عمر يعني إلى النبي وأبي بكر ورآه النبي قام إليه مغضبا، النبي الآن غضبان على عمر، فجثى أبو بكر على ركبتيه، لأن أبا بكر يعرف منزلته من النبي وعلم أن هذا الغضب لأجله على عمر، فجثى على ركبتيه وقال يا رسول الله أنا كنت أظلم. يقول أبو الدرداء ورسول الله لا يلتفت إليه حتى أقبل على عمر فقال مه يا عمر أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، أول من أسلم من الرجال، قلتم كذبت، هذا قال صدق، وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هنا تأتي المسألة، طيب عمر أليس بصاحب الله؟ أبو الدرداء أليس بصاحب الله؟ علي أليس بصاحب الله؟ كل هؤلاء أصحابه، وكان يقول أصحابي أصحابي، ولكنه هنا كأنه يقول هذا صاحبي الخاص، هذا صاحبي يختلف عنكم، هذا من خاصة الخاصة. وهنا الأمر كذلك، عندما يقول الله تبارك وتعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يعني أنه لا يحب الأول الذي اكتفى بالفراض، ولكنه يريد أن يقول إن هذا له محبة خاصة، هذا يختلف. فالله تبارك وتعالى يحبك إذا أتممت الفرائض ثم بعد ذلك تناولت النوافل، تقربت إلى الله بصلاة الليل، بالرواتب، بالضحى، بالصدقات، غير الزكاة، صيام النافلة، حج النافلة، العمرة، الذكر، قراءة القرآن، صلة الأرحام، الزائد وغير ليس الواجب.